السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غندوي على مشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس. علاش؟ شنو هو المشكل؟ فراخ ديالهم ما كيبغيش يتزوجوا لهم. علاش ما كيبغيوش يتزوجوا لهم؟ كاينين بزاف ديال المشاكل، بنادم ما عارفهمش، ما كيردش لهم البال. دونك الخوت هذا الفيديو غنشرحوا فيه المشاكل كاملين، باش ان شاء الله كل واحد غيتفرج في هذا الفيديو غيستافد منه، وغتكون عنده طريقه ديال التزوج ديال البادجي ناجحه 100%. خليكم معنا في الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس تكون كاع الجديد، والله يسهل على كل واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. دونك الخوت اول حاجه كنديروا فاش كنبغيو نديروا واحد الزوج ديال البادجي، بغيو نشريوهم يعطيونا شي واحد، شنو كنقلبوا؟ اول حاجه اشنو كنقلبوا؟ كنقلبوا الذكر. واش ذكر؟ كيفاش كتعرف الذكر واش ذكر؟ اول حاجه سهله، النيف ديالو كيكون ازرق داكن، كيكونوا بزاف ديال اللوان. المهم انا نحاول نخليهم لكم في الصبيره دابا، نحط لكم هنا باش تعرفوا اللون ديال الذكر، وغنحط لكم حتى الالبينو واللوتينو حيت يكون مغاير شويه على الطيور الاخرى. والنتوه كتكون النيف ديالها كيكون يا ابيض يا بني مغلوق. اللي كانت ابيض ولا بني فالنتوه واجده. اول حاجه كتقلب بحال هكا الذكر، كتشوف النيف ديالو واش ازرق ولا اللون ديال الالبينو ولا اللوتينو، وكتشوف النتوه واش النيف ديالها ابيض ولا بني. وكاينين بعض المرات النتاوي كيكون النيف ديالهم شويه ازرق وهابط بالبيوضة، هذيك نتوه، هذيك كتكون ديجا نتوه، غير هي بحال هكا الجينات ديالها كيخرجوا بحال هكاك. دونك الخوت ملي كنعرفوا الذكر باللي راه ذكر والنتوه باللي راه نتوه، كنديروا لهم واحد القفز اللي متيسع شويه، يقدروا ياخذوا فيه الراحه ديالهم. بحال نعطيكم مثال، انا غنوريكم واحد القفز عندي هنا. المهم الا بغيتي تهلا فيهم سيباراسيون معروفه، ولا قفز ديال ثلاثه الوكالات. ها هو قفز ديال جوج بالمناسبه خوت، بزاف ديال الناس كيقولوا لي دايرين الفريخات ديالهم في القفز ديال جوج وكالات. القفز ديال جوج وكالات الخوت ما مسلكش للباج صراحه. على بغيتي تعد الفريخات غتحطهم في هذاك القفز ديال جوج وكالات حيت صغير عليهم. ها هو قفز ديال ثلاثه الوكالات، هذا نورمالمون تاخذ شي دابا داير شي 100 درهم واقيلا ولا شي 90، حيت الخوزه غاليين قديمه تاخذوا بشي 60 70. دونك اخوت ملي كتحط القفز اول حاجه شنو غدير ملي تحط القفز؟ الماكله ديالهم والمشرابيات ديالهم، الشرابات كتحطهم لهم، تحاول تنوع لهم، دير لهم جوج شرابات، تحاول دير لهم جوج شرابات كل وحده تحطها في قنت. دونك الخوت ملي كدير هادشي اول حاجه كدير من بعد القفز كتشد صندوقه تكون مزيانه كبيره، ومن الاحسن تاخذوا صندوقه ديال المجر حيت غتعاونكم بزاف في التنقيه، في الفريخات غياخذوا فيها راحتهم حيت كبيره، وحتى الوليدات غيطلعوا بصحه جيده. دونك اخوت حنا وجدنا القفز وجبنا الفريخات ودرنا الصندوق، شنو كيبقى؟ كيبقى تشوف الزويجه واش كيتواكلوا، واش حيت نورمالمون ما الباجي 80% 90% كيكونوا الكره هايجين، قليل اللي كتلقى شي الكره ما هايجينش، كيكون عندهم شي مشكل خفيف ولا كتكون النتوه كضرب الذكر، هذا هو المشكل. دونك الخوت كتحطهم كديروا لهم الصنيديقه ديالهم، واهم حاجه اهم حاجه تحطهم في شي بلاصه اللي ما فيهاش الحركه بزاف، ما تبقاش تحيد فيهم وتحطهم وديهم وتجيبهم وتخرجهم وتشمسهم، لا الخوت كتحطهم في شي بلاصه اللي ما فيهاش الحركه بزاف، فين غياخذوا هما الراحه ديالهم، يقدروا يتزوجوا على الخاطر ديالهم. ولا ماشيهمش ما كيتزاوجوش ولا شي لعيبه، تقدر دير مهيج طبيعي ولا مهيج فيرتيفيت، كيتسمى ماشي طبيعي هو كيميائي، كيتسمى فيرتيفيت. هذاك فيرتيفيت راه كيتباع لي غرام وكيتباع حتى بكيه، اذا كانوا عندك الطيور بزاف كتاخذ الحك، ما كانش عندك الطيور بزاف كتاخذ لي غرام ديالك، كتشدهم كتبقى تعطيهم في الشرابه، وراه ان شاء الله يخدموا لك في اقرب وقت. دونك الخوت سالينا من هاد اللعيبه ديال التزاويج، المشاكل ديال التزاويج، ندويو الخوت على المشاكل اللي كيوقعوا عند بعض الناس اللي انا ديجا كندوي معاهم، كيصوروا ليا فريخات ديالهم وكنلقى عندهم مشاكل. دونك اول المشاكل اللي كنلقى بزاف كنلقى يا النتوه ما واجدش يا الذكر ما واجدش، يعني كتكون النتوه واجده ولا حين مع ذكر صنبور باقي تني في مزرقوش، هذاك بحال هذا نوريك. أوه.
بحال كتحط هاد الذكر ولا تنجري اللعيبه. الله يبارك عايش معنا عايش معنا اجي هنا بحال كتسد الذكر هاو هذا راه باقي صنبور بحال كتسد الذكر وكديرو مع نتو واجد ولا كيشدو ذكر واجد كيحطو مع نتو باقي صغير هذا راه لا يمكن يتزوجو الخوت خاصو يكونوا الفريقات بجوجهم واجدين ديال بصح باش تقدر تخدم بهم وانت مرتاح ثاني حاجه الخوت كنلقى نتو كتكون مشحمه الشحمه كيفاش الشحمه كتكون عندها الشحمه بزاف وخا يفيك هاد الذكر وداكشي ما كتبيض كتكون هذيك الشحمه ما كتخليهاش تبيض ولا بيضه تقدر تبيض غير بيضه حتى زوج بيضات هذا هو الحد الاقصى ديالها حتى تشحم الخوت الدو ديالو هو تعزل نتو وتبقى تعطيها خل التفاح بالماء واحد المده ديال 15 يوم حتى 20 يوم وان شاء الله تبدا تبان لك النتيجه وتبدا تحيد ديك الشحمه علاش حيت خل التفاح كينقص ديك الشحمه اللي عند الطيور ديالنا دونك الخوت هادو مشاكل كيعانيو منهم بزاف ديال المربين ديال الباجي الهاويين اللي يلاه بداو مبتدئين في تربيه الباجي هادو مشاكل ما كيعرفوهمش ونتمنى يكونوا استفدوا منهم ان شاء الله في هذا الفيديو دونك الخوت ملي كيبيضوا لك الفريقات هنا كيبداو عاوتاني مشاكل اخرى شنو هما الناس هو كتاكلوا البيض الذكر كيدخل يبغي يلقح النتوه كيوليو مهرسين البيض ومطايفين بزاف بزاف ديال المشاكل دونك نبداو باول حاجه اللي هي انت كتاكل البيض انت كتاكل البيض الخوت عادي كترى اي مول غير هي شنو خاصك دير يكون عندك بيض خسار ولا بيض ديال البلاستيك كتبقى حاضر انت النتوه ديالك انفو كتروح البيضه الاولى كتحيدها لها وكتحط ديال البلاستيك ولا ديال الخسار حيت هي كيكون عندها نقص في الكالسيوم تضطر تاكل هذيك البيضه باش تعوض الكالسيوم باش تقدر تبيض البيض الاخر ولا بغيتي تتفادى انت هادشي كامل من الاول تعطيهم السي بي او تعطيهم لي كالسيوم في الماء غتتفادى هاد الماكله ديال البيض ومن الاحسن تجمع لها البيض دونك كيفاش تقدر تجمع لها البيض كتشد البيضه الاولى الثانيه الثالثه اللي كتبيض ان فوا تبيض الرابعه كتحط لها البيض كامل ديك الساعه كيخرجوا لك الوليدات قد قد ان شاء الله وما تلقاش مشاكل ما بين الولد الاول والولد الاخر حيت كاينه النتوه اللي كتبيض نهار ا ونهار لا وكتبيض سبعه البيضات يعني اخر بيضه كتبيض على 14 يوم بينها وبين البيضه الاولى دونك 14 يوم راه كيبان واحد الفرق كبير كبير بزاف دونك ماشي بحال الا شديتي اربعه ديال البيضات جمعتيهم عاد حطيتيهم ليها والاخرين راه ما غيبقاش بيناتهم فرق اللي كبير ثاني حاجه الخوت قلنا الذكر كيدخل يبيكي النتوه الا بان لك هذا المشكل الذكر كيبقى يدخل عند النتوه وكيبرزطها من الاحسن دير ليه سيباراسيون في سيباريه ولا ديرو في شي قفص اخر وتلصقو مع القفص ديال النتوه باش مره مره يوكلها ويبقى حداها وما يدخلش يبرزطها هذا هو المشكل الثاني اجي الخوت دابا نبداو في التفراخ تفراخ الخوت اصعب مرحله اللي هي التفراخ قام قابل الولاد يوميا قام قابلهم قابلهم قلبهم علاش كطل الفريخات ديالك كتبدل لهم نزاره ولا انت شنو حاط في هذيك الصندوقه كتشوف النتوه واش كتوكلهم ولا لا حيت بعض المرات النتوه كتكون كتقتل الولاد كتبرك عليهم ما كتعرفش تحضن عليهم كتبرك كتقتلهم تجري معاها الا كانت شي حركه بحال هكا تقدر تحول الولاد الا كانت عندك شي جويزه ديجا مفرخه ولا شي حاجه تحول الولاد من الاحسن تعطيهم لي فيتامين كاينين بزاف ديال لي فيتامين اللي غينفعوك في الفريخات ديالك حيت نورمالمون الباجي الا كثرتي عليه الخدمه ما كيبقاش يعطيك وليدات مزيانين والكرش بان عندك توساتريس ولا امراض اخرى كوساح ولا بزاف ديال اللعيبات هادشي كامل من الناس من نقص ديال الكالسيوم ولي فيتامين عند الفريخات ديالنا مالكم مالكم دايرين بالبالة دونك الخوت هادو اهم حوايج اللي خاصك دير ان شاء الله باش الفريخات ديالك يفرخوا لك ويطلعوا لك مزيان نتمنى نكون فدت جميع الدراري اللي ما عارفينش فهاد الهواية مزيان واللي عندهم هاد المشاكل ونتمنى لهم انتاج وفير وانتاج موفق وهواية موفقة والله يسهل على كل واحد كيبغي يدير شي حاجة مزيانة ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة تفعلوا زر الجرس تصبحكم كاع الجديد والله يسهل على كل واحد كيبغي يدير شي حاجة زوينة
you